بثلاثة أهداف نظيفة استطاع النادي الأهلي أن يواصل تصدره لقمة الدوري العام المصري. والحقيقة يعني النقطة رقم 42 من 14 مباراة. مين اللي يقدر على الأهلي؟ لسه هنشوف بقى خلال الأيام القادمة هنوصل لغاية فين إن شاء الله في الفوز المتتالي في هذه المباريات. ثلاث أهداف جونيور أجاييه في الدقيقة 33، هدف رائع من جملة رائعة الحقيقة أحمد الشيخ بيلعبها لأليو ديانج، وأليو ديانج بيعملها لناحية الشمال لجونيور أجاييه، بتتعمل له بالعرض من علي معلول ليضعها هدف المباراة الأول في الدقيقة 33. ثم هدف المباراة الثاني من تصويبة ولا أحلى ولا أروع ولا أجمد الحقيقة، تصويبة رائعة من عمرو السولية ليحرز هدف المباراة الثاني في الدقيقة 69. ثم محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من تمريرة رائعة من كهربا بيضعها أفشة على شمال حارس المرمى محمد بسام ليصل النادي الأهلي لنقطة 42 والهدف الثالث في الدقيقة 85. ولسه طبعا جدول الضرب شغال، مفيش مشكله خالص، ما نشوف اخر جدول الضرب ده هيوصلنا لغايه فين. يا كابتن شريف، كابتن بلال، كابتن تامر، الف مبروك طبعا، وثلاثه نقاط غاليه جدا يا كابتن شريف. الف مبروك فعلا، ثلاث نقاط غاليه جدا، وكل مباراه هنلعبها هنتكلم في نفس الشكل في نفس السيناريو. مفيش مباراه سهله، الفرق كلها بتبقى قدامك بتدي اكتر امكانياتها، ولكن فارق الامكانيات والفرديات و الوجود داخل الملعب طبعا بيبقى في مصلحة النادي الأهلي، ولكن بيكون في مصلحة النادي الأهلي لما بتلعب الكرة السريعة، لما اللعيبة بتاعتك بتتحرك في الملعب كويس، لما كل واحد بيحط إمكانياته في الملعب، لما بيبقى لك سبق التهديف، وعندما بتحرز أول هدف خلاص الفرقة بتحاول تلعب معاك جوه الجيم، فبتعمل حالة للتملك النادي الأهلي في النص ملعب للأطراف لكل شيء، فبيبقى عندك حرية الأداء واللعب اللي احنا كنا بنتكلم عنه الفردي والريسكي، وانا اخد المخاطرة في كل لعبة، اقدر ارقص، اقدر اطلع بقى بعد كده معلول براحتي، تلاقي حالة ثقة زادت عند جيرالدو كتير جدا، كل الخطوط بتبقى خلاص عندها حافز كتير او انها تعمل زيادة عددية جوه 18. فاعتقد ان انا شفته في اول هاف تايم، وضاع اكتر من ثلاث اهداف بعد الهدف اللي احنا جبناه، كانت نتيجة كانت تبقى رائعة. وكل كوم طبعا، والهدف اللي انت اتكلمت عنه بتاع عمرو سولية الحقيقة ليه لنفسه وللفريق وللتاريخ لنفسه، حتى أول ما هتقول اسم عمرو سولية أعتقد أن هذا الهدف لازم ينزل على الشاشة وتتفرج معه. تمام بلال، أعتقد النهاردة النادي الأهلي أدى ما هو مطلوب منه، أو كل لعيب النادي الأهلي أدوا ما هو مطلوب منهم بأداء جيد كمان. الأداء رائع الحقيقة، يمكن الشوط الأول أداء متميز للأهلي، استحواذ بتدور أنك تخلق فرصة حقيقية الشوط الأول عن طريق جمل تكتيكية واضحة. يمكن كان كابتن شريف اتكلم على قبل المباراه على بعض الجمل التكتيكيه اللي هو شافها من مستر فاينر اثناء التدريبات، واضح ان في شغل بيتعمل، شغل من على اطراف الملعب من ناحيه جيرالدو وعلي معلول، من ناحيه ثانيه برضو محمد هاني واحمد الشيخ، في شغل بيحاولوا ان هم يشتغلوا عليه، في جمل تكتيكيه واضح ان الراجل بيحاول يشتغل عليها. يمكن احنا زي ما قلنا التوظيف بتاع النهارده برضو جونيور اجاي كان مهم جدا، ان الراجل ده يا جماعه لعيب امكانياته كبير، لعيب بيخلق فرص كمان وبيخلق مساحات للعيبه زمايله داخل الملعب. النهارده تحركاته تحركات فرد في الهدف اللي سجله النادي الاهلي الاول، يمكن من وجهه نظري الشخصيه ان الهدف فتح كتير جدا من المباراه، خلى الجيم بالنسبه للنادي الاهلي سهل جدا، خلاك تقدر تشتغل. يمكن الكابتن شريف قال حاجه مهمه جدا، انك انت لما بتسجل هدف الفريق الخصم بيحاول ان هو يعوض او يدخل معاك في الجيم، فبالتالي بيديك مساحات اكتر، بيديك وقت وفرص ان انت تشتغل بشكل كويس، انك تخلق فرص بشكل كويس، انك تتحرك وتستغل المساحات الموجوده داخل الملعب بشكل جيد جدا. عشان كده شفنا النادي الاهلي من بعد ما سجل الهدف الاول يمكن اكتر من خمس ست فرص حقيقيه بالاضافه للهدفين التانيين اللي سجلهم بعد الهدف الاول. الشغل اللي شفناه يا جماعه شغل رائع جدا جدا، الربط كمان يا اسلام اللي ما بين الباك رايت والوينج رايت وما بين الباك ليفت والوينج ليفت النادي الاهلي رائع جدا جدا، الاوفرلاب والتيك اوفر اللي شفناهم بيتعملوا النهارده، يمكن جمل كتيره جدا الاهلي اشتغل عليها النهارده. الاداء كان رائع جدا جدا، ما شفتش النهارده في تحفظ في الاداء، يعني شفت النهارده انطلاقات علي معلول بيحاول يشتغل، يمكن النهارده مباراه برده من المباريات الجميله اللي اداها
يمكن بقالنا فتره ما شفناش علي معلول، ودي حاجات اللي احنا كنا متخوفين منها واسلام كان بيسعى عليها بالظبط. العلاقه هتبقى شكلها ازاي هو وجيراردو؟ بس واضح ان الخبره بتفرض نفسها، واضح ان اللي فرض نفسه النهارده هو علي معلول مش جيرالدو، واضح ان علي معلول هو اللي اشتغل بامكانياته وخلى جيرالدو يساعده في الحته دي مش العكس. يعني انت ساعات اوقات كتيره جدا بتبقى مثلا لو رمضان صبحي اللي موجود هو اللي بيفرض نفسه في هو اللي بيفرض الايقاع بتاعه، هو اللي بيفرض رايه وفكره داخل الملعب، ويبقى الباك ليفت هو يعني بيبقى شخصية مساعد او مساند بالظبط. لكن النهارده علي معلول شفناه انطلاقات رائعه جدا، اسيست رائع جدا للهدف الاول، برده عمل كورتين ثلاثه قبل وبعد الهدف، اكتر من رائع جدا، وكان هيسجل هدف برده الشوط الاول. فاداء الاهلي مجملا النهارده اداء رائع جدا، عجبني فايلر والتحرر اللي بيديه للعيبه النهارده يا اسلام، بدي تحرر كبير جدا لكل اللعيبه في الملعب، حتى اللعيبه اللي خارجه، حتى اللعيبه النهارده اللي كانت مش موجوده جيرالدو واحمد الشيخ شايفينه النهارده برده في صوره جيده بالنسبه للناس كانت بعاد شويه عن الاداء بقى له فتره. يعني بتمر النهارده جمل تكتيكيه واضحه بيلعب عليها النادي الاهلي وبينفذها لعيبه النادي الاهلي في المباراه، لو تقدر تقول لنا مجمل هذه الجمل. في البدايه طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لطلائع الجيش. الاهلي عمل كل حاجه في الكوره ممكنه اسلام، هجوميا ودفاعيا. لك ان تتخيل ان على مدار 90 دقيقه الشناوي لم يختبر في ولا لعبه غير واحده بس، اللي هي كانت في الدقائق الاولى من عمر الشوط الثاني على مدار 90 دقيقه. هي زولا اللي حطها زولا مظبوط. غير كده الاهلي مسجل 3 اهداف وممكن تقول مضيع 6، يعني الاهلي مضيع 6 فرص محققه. مثلا مجدي قفشه ليه كوره في العارضه في الشوط الاول، مجدي قفشه النهارده مثلا عامل اكتر من تسديده في الشوط الاول، بس واحده في العارضه وواحده كمان محمد بسام اتصدى ليها بايد واحده وعليت وبعدين رجع مسكها تاني، غير الجول اللي هو مسجله اللي حطها ببطن رجله لما جات له على حدود ال 18 او داخل ال 18. فالاهلي عمل كل حاجه هجوميا وكمان احترم طلائع الجيش جدا يا اسلام دفاعيا، ودافع بطرق مختلفه كمان في الحالات هبقى اوريها لك، سواء بضغط بطول الملعب، ودي حاجه كنا احنا مستبعدينها لازم نعترف، وافساد الهجمه المرتده اللي احنا كنا اتكلمنا عليها اللي كان من المتوقع ان طلائع الجيش يشتغل عليها، اشتغل على النواحي الدفاعيه سواء في دي او في دي، علشان كده سهل، ده اللي سهل المهمه لعيبه النادي الاهلي او حسسوك ان المباراه سهله. تمام كابتن شريف، شوط اول الحقيقه نفسي بقى ايه يعني كل مره نقعد نقول شوط اول مختلف عن الشوط الثاني، النهارده المباراه 90 دقيقه الحقيقه ماشيه بوتيره واحده زي ما تامر وبلال قالوا ان هو الشكل العام للنادي الاهلي واحد تقريبا طوال ال 90 دقيقه، اداء جيد شكل جيد، ولكن الشوط الاول هدف المباراه فتح المباراه في ظل ان انت بتلعب فرقه من الناحيه الدفاعيه واقفين ب 10 او ب 8 لاعبين، انا اسف ب 8 لاعبين غير الاثنين الوينجين كمان، يعني حوالي 9 لعيبه بيرجعوا، ف جمل هجوميه كانت واضحه جدا قدر النادي الاهلي ان هو يعملها وينفذها بشكل كويس النهارده. ما الشكل اللي احنا اتفقنا عليه لو احنا بنلعب اي فرقه وهتوقف لنا 8 ورا او 9 ورا ده متوقع، خلي بالك فانت بتدي حريه لاطرافك انت تشتغل كويس، نص ملعبك يبقى عنده تركيز كويس قوي، الديفندر اللي اتكلم عليهم تامر بيدي ثقه لبقيه الخطوط كلها ان مفيش حاجه جايه علينا، هي كره واحده اللي حصلت طول المباراه، فده بيدي بقى حريه اللي اتكلم عليها بلال، حريه اللعيبه اللي فايلر مديها لها، التحرر اللي هو موجودين فيه، بيبقى مطلوب من اللعيب ان هو يبث بس اسلوبه في الملعب، شخصيته في الملعب، التحركات اللي بتحصل بقى في بتاعت معلول وجيرالدو هي تحركات وليده اللحظه، ان هو لما دخل جوه فعلا لازم يفتح لعلي معلول بره، فيبقى لازم هيعمل له الاسيست ان هو يعملها بالعرض، فيبقى في تحرك كمان بقى سهل جدا. كم مره يا اسلام جبنا جون زي ده؟ كتير كتير أوي. كتير جدا بقى، هذا هو الاسلوب، هذا هو التحرك، هذا التحفيز في وجود رمضان صبحي او غير رمضان صبحي، فبقى الكل عنده حريه التصرف ده، وفعلا علي معلول هو القائد، هو الجايد للشخصيه اللي جايه، ابص نفس الكره ايه، شوف على طول بيديها ازاي، والراجل بقى خلاص حفظ ان هو هيجي في ان تايم، ما دام اديتها له في وقت سليم هو هيتصرف لك فيها بشكل كامل. التحركات بقى الزياده العدديه اللي بتمنح بقى للسوليه وبتمنح لقفشه وبتمنح للنادي كلها، ولو كهربا ده كان بيبتدي مثلا من الملعب من اول المباراه هتلاقيه برده بنفس الشكل ومندمج مع نفس الشكل. فعشان كده يا بلال النهارده احنا بنتكلم على جيرالدو وبنتكلم على احمد الشيخ، حتى ليهم بصمات يمكن مش منهمش كتير افكتيف، انما بعد الجون الاولاني الشيخ ضايع واحده واحده حلوه قوي. بص هي دي اللي انت بتشوفها اهي، يعني لسه انا بتكلم عنه، وبرافو سمير راح جايب لنا التصرف وشخصيته واضحه قد ايه في الملعب. بس الهدف الاولاني يا اسلام، دايما النادي الاهلي لما يبقى له سكه تهديف الحقيقه
خطوطه كلها بتتجمع مع بعض وخطوطه كلها الثقه بقى بتبقى موجوده. مفيش يعني انا بشوف جيرالدو ده شوف بيشوط الكره منين من زاويه صعبه جدا وجول يهر لك في الكوره اللي هي دي كلها زيادات عدديه جوه 18. ايوه دي هي الروح اللي انت لازم ان شاء الله تبقى موجوده لك في الفتره الكبيره اللي جايه دي. طيب كيف وصل النادي الاهلي خلال هذه المباراه ان يصل لهذا الشكل الرائع اللي هو يعني احنا خلال الثلاث اربع مباريات الاخيره كنت بتكسب ولكن كنت بتلعب بشكل مختلف يا بلال. خد بالك النهارده الاهلي كنا شفت الهجمه اللي فاتت اسلام الاهلي النهارده الضغط في كل مكان في الملعب أيوة. حتى من قدام انت بتضغط على فرقه طلائع جيش ما بتديلوش فرصه ان هو حتى يلعب الكره الطويله بالنسبه له. بص الزياده العاديه اللي موجوده دايما في ال 18 اللي بتديك الاسبقيه وبتديك دايما او بتخليك انت دايما الاقرب للسكند بول يعني حتى أيوة. الكره دي لما 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 اتقطعت انت الاقرب عندك خمس ست لعيبه في ال 18 الجول اللي انت سجلته برده جول لما اتلعبت الكره عرضيه كنا زمان كنا ما بنشوفش 2 3 في ال 18 يا دوب هو الفيرود بس خلاص والباقي كله بيلعب من اطراف الملعب ومستني الكره تترد من المدافعين عشان تلعب على شوطه ثانيه تمام. النهارده لا الهدف وانت بتلعب الكره بالعرض في 3 4 زي الهجمه دي بالظبط انت في 3 4 في ال 18 عشان كده بتروح الكره للاهلي. بص كامل عدد 1 احمر 5 موجود 5 على 5 او يمكن 5 على 4 للسرعات اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. فالاهلي النهارده التميز اسلام في الانتشار الصح. انت ممكن تبقى عندك لعيبه كتير ممكن يبقى عندك زياده عدديه في الديفنس لكن التمركز بتاعك غلط المراقبه بتاعتك غلط. النهارده يمكن تامر قال حاجه مهمه جدا قال لي النهارده لعيبه النادي الاهلي لا كمان عندهم ميزه دفاعيه انك انت النهارده بتراقب صح التمركز بتاعك صح التايمنج بتاع الضغط بتاعك مظبوط جدا جدا عشان كده كانت بتديك الاسبقيه ان كل الكرات حتى الطويله يا تامر مقطوعه لعيبه النادي الاهلي بيقطعوها ان انت متمركز كويس. التركيز النهارده في المباراه عالي جدا جدا يا استاذ هي دي الكره الوحيده يمكن اللي فيها خطا ويمكن عايز اقول لك على حاجه كمان. بص يا اسلام تامر كمان جيرالدو فين في الكره اللي فاتت دي لو عدتها ثانيه يا سمير هتبص تلاقي جيرالدو نازل يعمل التغطيه داخل ال 6 يارده كمان يعني بيغطي على علي معلول في ال 6 يارده مع ان الكره دي الهجمه دي بتاعت علي او المكان ده بتاع علي معلول. فالنهارده اجاده لفرقه طلائع الجيش برضه طبعا يعني الراجل لعيبه كويس جدا الحقيقه الكره اهي. بص 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 زولا علي زولا جاي منين كمان بص زولا يعني دول قاعد مهيع نفسه كمان طبيعي يعني. النهارده عايز اقول لك انتشارك الضغط النهارده على الخصم التمركز الجيد النهارده الرؤيه النهارده في الملعب يمكن عجبتني النهارده او اكتر حاجه من الحاجات اللي عجبتني ان اللعيبه النهارده شايفه بعضها في الملعب في وقريبين جدا جدا من بعض في الملعب. يبص كل الكرات بتتلعب انت عندك 3 4 جنب الكوره 3 4 جنب الكوره بتستلم وتتحرك بتستلم وتتحرك ما بتستلمش من الوقوف بتاخد الكره في مساحه ما بتاخدهاش برده وانت واقف ودي سهلت كتيره جدا كتير جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي في الحالات الهجوميه انك ازاي تخلق المساحات الكتيره والفرص الكتيره دي. فالنهارده لا الاهلي النهارده انا من وجهه نظري من افضل المباريات يا اسلام التحرك والضغط والانتشار داخل الملعب. طيب ايه اللي حصل النهارده ايضا يا تامر علشان يظهر النادي الاهلي بهذا الشكل في وسط الملعب؟ طبعا الثقه الكبيره اللي مديها المدير الفني ريني فايلر للعيبه كلها اسلام. يعني لما تتفرج النهارده على اداء جيرالدو ما تقولش ان ده لعيب احتياطي بصراحه. لعيب عامل كل حاجه في الكوره دفاعيا هجوميا بيتحرك بيلعب كوره وبمن الحركه اللي محتاجه لمسه واحده بيحطها لمسه واحده اللي محتاجه انه يستخدم مهاره يستخدم مهاره. يعني في لعبتين جيرالدو حطهم لعلي معلول في واحده حطها له لمسه واحده خلاه يعملها بالعرض على الارض جامد وفي واحده استخدم مهارته الاول عشان يخلص من اللعيب بتاع طلائع الجيش وبعدين حطها لمعلول. فالثقه الكبيره اللي مديها ريني فايلر للعيبه كلها دي اللي مخليه لعيبه النادي الاهلي كلها زي ما بنقول كده بلغه الكوره بتلعب ونفسها مفتوحه للعب. حتى الشيخ اداله حريه صحيح طلعه في الاخر وطلع برده جيرالدو في الاخر لكن الشيخ مديله حريه حركه بيدخل في الشوط الاول وبيسدد ببطن رجله في على يمين محمد بسام. لكن من وجهه نظري هي الحالات لو جاهزه معايا هي اللي ممكن نتكلم عليها لان دي بتلخص كل اداء النادي الاهلي سواء هجوميا او دفاعيا. انا مختار ثلاثه هجوميين وحالتين في الحاله. طب يلا لو جاهزين الهجوميه يا اسلام قبل ما نبدا نعرض الحالات عاوزك تركز على الثلاث نقط اللي هنتكلم عليهم. بلال اتكلم في كلامه على نقطتين منهم. واحد مساحه اللعب اللي الاهلي بيشتغل فيها ودي اربط معاها التقارب المسافات ما بين اللعيبه. رقم اثنين التحرك من غير كوره ولا لعيب في النادي الاهلي بيطلع الكوره من رجله وبيقف وهتشوف دلوقتي. ثلاثه الكثافه العدديه اللي بلال اتكلم عليها، بلال اتكلم على النقطه الاولى والثالثه، الكثافه العدديه. الموسم اللي فات كانت الكره العرضيه بتتعمل وبتقول يا رب مثلا مين يبقى مكمل؟ بص في كل كره هتلاقي فيه خمسه لعيبه داخل ال 18 في النادي الاهلي، لو الحالات جاهزه يلا نبدا بيها. اتفضل يا سلام.
ولا لعيب يا اسلام. بص هتلاقي ان دي اول حاله اللي كانت في الدقيقه حوالي 13 او 14. طبعا زي ما بقول المساحه اللعب كل اللعيبه قريبه من بعض، هتلاقي التحرك كله بيتحرك بعد الكوره. بص قفشه اتحرك وحط عينك على قفشه راح فين، لان هنا الشيخ هيعمل فينت هيسيبها لقفشه اللي كان بادئ الهجمه، اتحطت لعمرو السوليه طلعوها. كم واحد لو رجعنا وعمرو السوليه بيعملها يا سمير، كم واحد في ال 18؟ كتير. كم واحد في ال 18 عند النادي الاهلي؟ بص الخطوط قريبه كلها من بعض، هم سته دول. الشيخ لما عمل فينت بص كم واحد في الحاله الهجوميه، ثلاثة هنا وثلاثة هناك، ستة في الحالة الهجومية. عند كثافة عددية كبيرة جدا كفيلة انها تلخبط اي دفاع. ادي اول حالة. الحالة الثانية بتاعت التحرك من غير كورة، محمد هاني كورة كانت في الجنب اليمين هتروح في الجنب الشمال. بص نزل يستلم جيرالدو، رجع لورا معلول، جيرالدو لعب وتحرك، خلي بالك معلول لعب وتحرك، اتحطت له اجاي، رجع لورا عشان يستلم جيرالدو. بص كله تحركات من غير كوره، اجاي دخل لجوه، وعمرو السوليه دخل في العمق، وسع لمين؟ محمد هاني. لمحمد هاني اتلعبت لمين؟ لجيرالدو اللي كان في الطرف الشمال هنا. عفوا اجاي اللي كان في الطرف الشمال هناك. حتى الهجمه ما خلصتش، يعني بص كل كوره فيه كام لعيب في الحاله الهجوميه من لعيبه النادي الاهلي، وعدم الوقوف او دور انتهى بعد ما طلعت الكوره من رجلي، لا خالص. دورك بيبدا بعد ما الكوره بتطلع من رجلك. دي اخر حاله في الحاله الهجوميه، برضو تحركات من غير كوره عمرو السوليه عملها للشيخ وتحرك في ظهر الشيخ، لمسه واحده من ديانج، جيرالدو حطها لمسه واحده لمعلول، معلول لمسه واحده لاجاييه، اجاييه لمسه واحده في الجول. السرعه، تقارب الخطوط ما بين بعض، الكثافه العدديه، كم لعيب في الحاله الهجوميه. الاهلي بيلعب كوره هجوميه في حته تانية خالص في الدوري المصري بصراحه. تمام. طيب الحالتين الدفاعيين اللي عندي بقى عشان يبقى خلص. طب اتفضل. اول حاجه اسلام حذرنا منها ان طالع الجيش هيشتغل على الهجمه المرتده، دي طبعا حاله كان الاهلي في الحاله الهجوميه مظبوط، هتتقطع من النادي الاهلي. بص القوه والتركيز على افساد الهجمه المرتده قبل ما تحصل. الهجمه كانت في رجل لعيبه النادي الاهلي، اتقطعت الهجمه. بص اوقف اوقف يا سمير، بص الناس، بص الناس جايه كام واحد بيضغط، بص كام واحد بيضغط، ثلاثه وبعدين راحت في الطرف اليمين. بص في تصميم، بص تضييق المساحات والضغط اجبره طلائع الجيش على لورا ان هو بص شكرا، رجعت لمحمد بسام وحرمتهم من تنفيذ الهجمه المرتده. هنا بقى عندي فرصه ان انا ارجع واتمركز صح واقطع الكره. يبقى ما فيش هجمه مرتده، ما بقتش في هجمه مرتده، واخدت فاول من اللونج بول كمان اللي هي بتبقى زي ما بنقول اسهل حاجه للمدافع. دي الحاله الثانيه، لا هي كانت من قدام اللي هي حاله الضغط، يبقى سمير جابها لنا من البدايه قوي. طلائع الجيش هو كان في حاله، في الحاله الهجوميه، طالما مستحوذ على الكوره يبقى في الحاله الهجوميه. بص يا اسلام قفشه رايح يضغط، بص على الضغط بتاع جيرالدو وعمرو السوليه، حط عينك على عمرو السوليه، عمرو السوليه مكمل جري، مش الاهلي قطع الكوره فوقف، لا، لان هو كان ممكن يجيب جول على فكره. عمرو السوليه هنا ممكن لو مكلم قفشه ممكن يجيب جول، فاذا الاهلي دافع بالضغط ودافع كمان بافساد الهجمه المرتده. في حاجه كمان يا اسلام عايز اقولها، يمكن احنا شفنا المباراه اللي فاتت كنا اتكلمنا قلنا ديانج هو اللي بياخد المهام الهجوميه، النهارده في تبديل، النهارده عمرو السوليه هو اللي بياخد المهام الهجوميه، وشفت تحركات ديانج في نص ملعب لما يكون عمرو السوليه هو اللي بيكمل في الحته الهجوميه، دايما قافل، يعني هو دايما الستاره بتاعت المهاجمين، يعني حتى لو شفت الكره اللي عمرو السوليه اللي اتكلم عليها تامر من شويه واتلعبت بالعرض هتلاقي يعني ديانج هو اللي ورا، هو اللي مقفل، هو اللي مقفل، هو اللي هو لو هو اللي في الامام تلاقي عمرو هو اللي واقف، عمرو السوليه، يعني دايما في، خد بالك، في دايما في يعني تناغم ما بين الاثنين، في انسجام ما بين الاثنين، اللي بيكمل الثاني على طول في ظهره، اللي بيكمل الثاني على طول بياخد مكانه عشان يملى عرض الملعب، يعني ما تلاقيش الاثنين دايما، يعني ما تلاقيش الاثنين على خط واحد ابدا يا اسلام خالص، ما تلاقيش الاثنين على خط واحد الا في بدايه الهجمه بتاعت طلاع الجيش، انما في الهجمه بتاعت النادي الاهلي هتلاقي عمرو السوليه بياخد جنب اليمين او يكمل، او ديانج هو اللي بيكمل والثاني بيرجع في مكانه. عشان كده يمكن تامر قال بيتكلم عن الحته بتاعت الضغط بتاعت النادي الاهلي، لو شفت السوليه بيضغط وديانج ما بيكملش في الهجمه، هو دايما راجع عشان خاطر لو في هجمه مرتده او لو اتقطعت الكوره. دور اجاي النهارده يا كابتن شريف كان واضح جدا في نقل الهجمه، من بمعنى ان هو كان بيفضي اماكن كتيره جدا وفي نفس الوقت في احراز الاهداف، او تحركاته اللي بيسمح للخلف اللي بيجوا من وراه خلفه ان هو بيديهم مساحات حتى هم يبنوا هجمه جديده، وهو بقى يبقى الريسيفنج هو اللي يروح لافف وجاي زي الجون اللي جابه من عند علي معلول. احنا قبل المباراه بنقول عليه لعيب كبير قوي، بيمسك الكرة في رجله محدش بيعرف ياخدها منه، عنده حسن تصرف، عنده رؤية كبيرة جدا، حاسس بالمنطقة اللي هو بيلعب بيها،
حاسس باي حته الحقيقه، اذا كان بينزل نص ملعب او بيلعب بين منطقه الجزاء، بيدي حتى بتحركاته حريه للناس اللي جايين من الخلف، الاسترايكر اللي هو من اللي احنا بنتفرج عليه، اذا كان سوليا ديانج افشه، هو كمان بيساعد اللعيبه دي كلهم، بياخد معاه 2-3 العين بتبقى دايما معاه، فده بيعمل حاجات في الكوره تسمح لنا كلنا ان احنا نلعب، تسمح لنا تدينا مساحات، كل اللي مطلوب مننا ان احنا نجري، كل اللي مطلوب مننا ان احنا نتحرك، فالتحركات اللي بيعملها اجايه محسوبه كمان، محسوبه بعقلانيه يعني، الراجل بيلعب بمخه كتير قوي، والكوره تحت رجله هو حافظها وعارفها، وبيعرف يعمل الوان تو هايل، وبيعرف عنده ثقه كمان في اللعيب اللي جنبه. الميزه كمان ان خلالنا فايلر النهارده في التيم اللي احنا بنتفرج عليه وهو حاطه، يعني اي ثلاثه بقى هجومين مع اجايه بقوا ليهم شكل الحقيقه، دايما احنا بنبقى عايزين الشكل القوي، دايما بنبحث عن حسين الشحات ورمضان واجايه ومروان او ديانج لو جه باجي مثلا، اي حد هيبقى موجود في المنطقه دي، احنا دايما بنبحث عن الشكل الامثل، الشكل اللي يخض سان داون، يخض الزمالك، يخض اي حد. النهارده اللي كسبناه كان كمان جنب اجايه والتحركات والشكل ده كله، ان اي فعلا الاهلي بما حضر، يعني الاهلي باللعيبه دي كلها بيدي الراجل ثقه لكل الناس عشان لما يحتاجهم، فمبروك عليهم الثلاث نقاط ومبروك عليكم الاداء النهارده كمان. طيب ثلاث تغييرات النهارده بلال، احمد الشيخ كهربا نزل مكان احمد الشيخ في الدقيقه 66، ثم وليد سليمان مكان جيرالدو في الدقيقه 70، ثم حسين الشحات مكان جونيور اجاي. تغييرات متوقعه من مستر فايلر، هو دايما احنا متعودين منه على التغييرات الهجوميه دايما، حتى وان كانت النتيجه مكسب للاهلي هو دايما بيحب يغير في الحته الهجوميه، هو دايما راجل بيفكر بتفكير هجومي، ازاي يعمل نشاط في الحته الهجوميه، ازاي يعمل تنشيط في الحته اللي قدام، ازاي دايما عايز يخلي النادي الاهلي في حاله هجوم مش في حاله دفاع، يعني انا ممكن اي مدير فني في الحاله دي انا كسبان 1-0 او وانا اللي ضاغط وانا اللي كسبان اعمل تغيير، اطلع واحد من الاربعه الموجودين قدام والعب واحد ميدفيلدر ثالث، يبقى بلعب 4-3-2-1، ودي الطريقه التقليديه بتاعت اي مدير فني كسبان وبيحاول انه يحافظ على النتيجه، ولكن هو دايما بيحاول يحافظ، بيحاول يدور على المكسب الهدف الثاني، لان في فلسفه الكوره انك طول ما انت كسبان 1-0 انت يعني قريب انك تتعادل او وارد انك تتعادل او ممكن الخطر عليك في واحده زي اللي اتعملت بالعرض دي تسجل هدف، لكن وانت كسبان 2-0 لا انت بعيد جدا عن التعادل، بعيد جدا عن منطقه الخطر، دايما هتبقى حاطط الفريق اللي قدامك في حاله دفاعيه، فبالتالي هو بعيد جدا عن مرماك وحظك. وعنده اربع تغييرات بره على اربعه مدافعين، اربعه حاطط حاطط مروان، يعني حاطط مروان ووليد وكهربا وحسين الشحات واثنين ديفندر بس، فبالتالي هو ده المنطق بتاع مستر فايلر، انا دايما عايز اكون بهاجم، دايما عايز انا اللي اكون في الحاله الهجوميه، مش عايز ابقى في الحاله الدفاعيه، مش عايز ادي مسج للمدير الفني قدامي ان انا ابتديت بعمل تغييرات دفاعيه، فبالتالي هو يعمل التغييرات الهجوميه، فبالتالي الاهلي ممكن يعرض ان هو يبقى مضغوط داخل المباراه، دي فلسفه وانا بحترم الفلسفه دي جدا، والكلام ده برده عمله في مباراه الهلال اللي فاتت، بس في بعض الاوقات التايم بيحكمك، الوقت بيحكمك، ممكن النهارده يسمح انك تتعامل بالتغييرات الهجوميه عشان انت دايما انت ضغط من بدايه المباراه، لكن ممكن في مباراه زي الهلال كان ممكن اختلف معاه شويه، او ان التغيير ممكن يبقى دفاعي شويه، لان خلاص انت بتلعب قدام فرقه ما عندهاش اي حلول غير ان هي تلعب الكرات الطويله، فبالتالي لازم يكون عندك واحد في ال 18، لكن هي دي فلسفه الراجل واحنا بنحترمها جدا جدا جدا، لان هو دايما بيحط الاهلي في حاله هجوميه، وعايز اقول كمان يا يمكن يا اسلام انك من الحكمه او من الشيء الجيد انك تغير اللعيب وهو في القمه بتاعته، ما تستناش ان هو المجهود البدني يقل قوي، فبالتالي هيفقد تركيزه ويخليك تنسى الحاجات الجيده اللي هو عملها، النهارده جيرالدو عمل شغل عالي جدا جدا جدا، فتوقيت التغيير مهم جدا بالنسبه للعيب، انت بتخرجه وهو عالي المستوى، ما بتديلوش فرصه ان هو يعني ينهك من او بدنيا لانه بقى له فتره بعيد، فبالتالي انت بتغيره وهو كويس، ده يدي ثقه للعيب نفسه ان هو خارج وهو كويس، خارج وهو في حاله جيده بالنسبه له، كذلك احمد الشيخ طبعا، نزول وليد سلمان وكهربا وقفشه اضاف برده النادي الاهلي بشكل جيد، قدروا يسجلوا هدف ويصنعوا اكثر من فرصه كانت ممكن تتسجل هدف تاني. ثلاث تغييرات في طلائع الجيش وابو بكر ديارة مكان احمد سامي، ده كان في الدقيقه 44، واعقبها تغيير في طريقه اللعب او في شكل التكتيك اللي جوه الملعب، احمد سامي مكان محمد شحاته وعمر جمال مكان ناصر منسي. كابتن عبد الحميد بسيوني حسن شويه من اداء طلائع الجيش مع بدايه الشوط الثاني، هو عمل التغيير صحيح في اواخر الشوط الاول، لكن كان واضح ان هي بروفا للي هيشتغل عليه في الشوط الثاني. هو باين له طبعا زي ما كنا بنتكلم في الاستوديو قبل المباراه ان الجبهه الشمال بتاعه النادي الاهلي مسببه له ازعاج جامد جدا، اللي فيها جيرالدو السريع وعلي معلول السريع. فالراجل قرر ان هو هيطلع نفس الوقت في احمد زولا وفي احمد سمير اللي دي حقيقه
زولا جناح اكتر منه باك. مظبوط. لقى ان سمير ما عندوش الملكه الدفاعيه اللي تقدر تسد مع معلول. فالراجل عمل حاجه ذكيه جدا، قام منزل احمد سامي سنتر باك وفتح بعلي الفيل وده هو اللي باك رايت، وطلع زولا اللي هو اصلا بدا باك رايت هو اللي طلعه في الطرف اليمين قدام مكانه. وكان عمل محطتين دفاعيتين للجبهه الشمال بتاعه النادي الاهلي اللي بتتكون في علي الفيل ومن قدامه زولا. طبعا ما كان غير موفق لان احمد سامي واضح ان كتفه في مع رجع لنفس الشكل تاني، اما دخل تاني علي الفيل ورجع تاني احمد زولا احمد سمير رجعه كوينجر ورجع زولا كباك رايت، لانه لما دخل زولا كوينجر في الطرف اليمين اول ما حطت قابل معلول كان دخل احمد سمير في المركز رقم 10 لان كورته كويسه وممكن يسبب ازعاج، وهو فعلا افضل وقت لعب وطلع جيش اول 10 دقائق في الشوط الثاني للوقت ده. بعد كده التغييرات دي اصابه احمد سامي لاعب نادي طلائع الجيش اعتقد ان هي هزت نزل الموضوع. شحاته اللي كان سجل هدف اعتقد في الزمالك في نص الملعب وناصر منسي وكان عمرو جمال تغيير كلاسيكي بس يعني سنه كان عندي واحنا بنتفرج حتى انه عمل الثلاث تغييرات في حوالي الدقيقه 66 فحسنها بدري شويه لان لو كان في لعيب اتصاب عنده كان هيبقى خلاص مجبر انه يلعب ناقص وهتلعب ناقص قدام النادي الاهلي. طيب رامي ربيعه ومحمود متولي شفتهم ازاي النهارده او خط الدفاع بالكامل حضرتك شفته ازاي؟ شفت سبيريت، شفت روح روح اداء النهارده. احنا مركزين اذا كان طالع الجيش او غير طالع الجيش، احنا لازم نلعب بسرعه. ده المهم ده المهم دلوقتي ان هم بيكتسبوا مع نفسهم، يعني في حاجات بتبقى بتفوتني في مباريات، في مواقف بتحصل فيا في مباريات سابقه، فانا بنزل المره دي وانا حاطط في دماغي جميع السيناريوهات اللي حصلت قبل كده، جميع التساؤلات، جميع الكور اللي هي مثلا في ماتش النجم جات لنا كورتين كده حصل اختراقات منهم من ناحيه وكانوا يعني لولا الشناوي شالوا جولين، فالحاجات دي بتبقى في جعبه اللعيبه نفسها وبتفكر. لما بيجيب محمود متولي بينزل جنب ربيعه بتفرق عن ياسر ابراهيم اللي هو الجامبر الفاستر، في هنا حاله هدوء بين ربيعه وفي الفه مع متولي قريبين قوي من الاداء، وفي نفس الوقت البلاس بتاعهم حالتهم البدنيه واقفين على رجلهم وعلى حيلهم يعني، فبيقدروا يعملوا كل نفسهم فيه مع تقارب الخطوط ومع دايما انا بقول اليو ديانج عامل حاله يساوي كده، حاله هدوء بالنسبه للديفندر، عارف انه هيسند عليه في اي وقت، وجمال العبقري اللي جنبه سوليه، لدرجه ان سوليه من احد الحاجات اللي حصلت فيها لما نزل وليد سليمان وخد الناس وطلع لجوه لقى المساحه قدامه فاضيه، راح واخد بعضه ورايح وشايط، ما دي حاله استقرار بيوفرها لي الديفندر بتاعي، الديفندر بتاعي حاسس ان انا ما عنديش ضغط، بيحسسني ان اي كره جايه هو اللي صاحبها، هو اللي بيقطعها، هو اللي بيبني الهجمه من بدري، فكانوا موفقين جامد جدا الاثنين بصراحه. طيب بلال برضو طلائع الجيش النهارده كان مقفل شويه ناحيه اليمين بتاعه طلائع الجيش او ناحيه الشمال انا اسف بتاعه طلائع الجيش، ولكن شفنا برضو دور مهم جدا لاحمد الشيخ ومن وراه محمد هاني. شوف يمكن طلائع الجيش وقلنا زي ما احنا اتكلمنا في البدايه ان هو هينزل هيحاول يقفل، هيقفل عليك نص ملعب، هيقفل اطراف الملعب بشكل كبير، هيحاول يلعب على الهجمات المرتده، ولكن يعني الكلام اللي قلناه يا اسلام، التحركات النهارده بتاعت لعيبه النادي الاهلي، التحركات اللي من غير كوره، انك انت بتستلم النهارده في مساحه، لان انا اقصد ان كان في تخوف يعني ان انك ما تبنيش هجمات، ما تعملش هجمات، احنا سالنا يعني ان عدم التجانس والكلام ده. طبعا لكن عايز اقول لك، ما انا بقول لك هو النهارده اللعيبه كلها بتتحرك في الملعب، يعني احمد الشيخ، ما انا بتكلم احمد الشيخ وبتكلم محمد هاني، بتكلم على جيرالدو، بتكلم على اللعيبه اللي هي بتلعب مباراه وبتخرج مباراه، يعني اللعيبه دي النهارده التحركات بتاعتها، الاستلام اللي من غير كوره، التحرك القطري بتاع احمد الشيخ انه بينزل بيخش بيدخل نص ملعب بيفضل المساحه لمحمد هاني، بيفضل المساحه لساعات الاجاي يخش هو ويخش هو كمان كراس حربه، الشغل الاندفيدوال اللي بيشتغله، الحاجات دي كلها تسهل من مهمه اي لعيب حتى وان كنت بعيد جدا عن الماتشات، حتى وان كنت بعيد عن الفورمه بتاعتك، انت النهارده لما بتستلم من الحركه، لما بتستلمش من الثبات، لما بتتحرك جوه الملعب وبره الملعب، لما بتحاول تستلم مره على اطراف الملعب ومره من جوه الملعب، انت بتسهل على نفسك اللعب، وسهل كمان لفرقتك. محمد هاني النهارده شفنا احمد الشيخ بيخش جوه الملعب، ومحمد هاني بيخش على الطرف وبيعمل الكروس، ما دي مطلوبه من احمد الشيخ انه يعمل كده عشان يفضي المساحه. شفنا واحده برده النهارده اللي فوتها المجد قفشه لعبت لعمرو السوليه، محمد هاني كان من تحت، ما دي برده التحركات اللي خد واحد وراح على الجون شطها بالظبط، الفرصه اللي جات له اشتغل واحد على واحد عملها رائعه جدا جدا، وراح واحد ضد واحد وعملها، يمكن لو كانت جت هدف كان يبقى من هدف من افضل اهداف الدوري العام السنه دي. فالتحركات بتاعته اللي من غير كوره والربط مع محمد هاني
ده اللي خلى النهارده شكلهم يبقى حلو قوي في الملعب. النهارده وخلاهم ان هم يقدروا يشتغلوا كويس قوي من جوه الملعب وبره الملعب. شفنا محمد هاني النهارده لا بيكسر حته انه يخرج دايما بره الملعب ويدخل جوه يعمل الدبل باس ويروح. كان يسجل هدف النهارده لو كان فنش الكوره ببوشر الخارجي بدل ما لعبها بالداخلي. فالنهارده هيستم التحركات بتاعه اللعيبه اذا كان احمد هاني محمد هاني واحمد الشيخ اللي من غير كوره والربط اللي ما بينهم داخل الملعب النهارده في التحركات مين بيدخل جوه مين بيطلع لبره والعكس. هو ده النهارده اللي سهلت المهمه بتاعتهم النهارده. مع ان احنا كنا قبل الماتش كنا قلقانين شويه هيشتغلوا ازاي مين اللي هيشتغل احمد الشيخ هيشتغل من ناحيه محمد هاني ولا هيغير اتجاهه ناحيه ثانيه هيلعب الناحيه الثانيه ناحيه علي معلول وكذلك. لكن الحقيقه يمكن ومش بس ان احمد الشيخ ومحمد هاني كل لعيبه الاهلي النهارده الحقيقه كانوا مميزين جدا في حته انك ازاي تستلم من الحركه وازاي تستلم في مساحه مش تستلم في مكانك ودي برده اللي سهلت كتير جدا لعيبه النادي الاهلي النهارده في المباراه. تمام تامر برده النادي الاهلي النهارده الحقيقه الاداء كان رائع جدا وكل حاجه حلوه وكل حاجه ولكن في النهايه هل بتشوف ان هناك حاجات محتاجه تطوير خلال هذه الفتره؟ طبعا هي الفترات ما بين المباريات 3 4 ايام وكل حاجه ولكن ممكن حاجات مثلا يعني شفنا النهارده حاجه في الكره ثابته مثلا اتعملت النهارده بشكل جيد. انت حتى بتقول له باصي معلول عملها لمحمد هاني شاطها. شفنا حاجات لكن ايه اللي محتاج تطوير خلال المباريات الصعبه اللي جايه؟ لا هو التطوير يا اسلام ما يقلقنيش لان الراجل واضح ان هو بيشتغل بصوره يعني ما شاء الله. مش عايزين نحسد الراجل لان واضح ان اللعيبه كلها مركزه والراجل ما بيشتغلش. عنده ميزه انه ما بيشتغلش مع اللعيبه الاساسيه بس يا اسلام. يعني مثلا مش ماسك 14 15 لعيب مركز معاهم وبيعصرهم بس ماتشات. لا لان زي ما قلت قبل كده بص جيرالدو النهارده بيأدي ازاي الشيخ بيأدي ازاي قفشه بيأدي ازاي. بص جيرالدو ترن بالاستلامه بفتحه بالسبرنت بالفول سبيد اللي بيجري يعني الراجل واضح ان هو مركز في التمرين وعارف الاساسي بيشتغل ازاي علشان لما تجيلي الفرصه واشترك انا كاساسي لازم ادي الدور اللي بيقوم بيه سواء اللي بيلعب في الحته دي سواء رمضان او حسين لما بيروح في الحته دي او حتى اجاييه لما مروان بيلعب كمهاجم صريح. كتطوير مش شايف حاجه تقلقني لكن اللي يقلقني حاجات يا اسلام لازم لعيبه النادي الاهلي برضو دايما تبص. بس مش عايزك تبص تقول لي ان انا متشائم او حاجه او دايما ببص للعيوب. لا انا بس عاوز لعيبه الاهلي تركز في حاجه لما يجي لك شوط زي ده بتلعب فيه بتعمل فيه كل حاجه في الكوره لازم تقتل المباراه من الشوط الاول. ليه؟ لان انت النهارده بتلعب طلائع الجيش. طب افرض الظروف دي حصلت مثلا مع سان داونز هنا في الشوط الاول لازم شوط زي ده طالع اثنين او ثلاثه لانك ما تضمنش المنافس هيلم نفسه ويقف على رجله ازاي تاني شوط. والدليل يا اسلام على كده ان في اول خمس دقائق في الشوط الثاني بهجمه وحيده كان ممكن طلائع الجيش يسجل منها الكرة اللي هي بتاعت زولا كريم طارق لزولا. برافو عليك. ونرجع تاني الجيم يتعقرب ويبقى 1-1. طب ليه؟ طب ما تخلص وتقتل المباراه بدري اللي هي برضو موضوع الفرص الضائعه. مظبوط. وتصدر الاحباط بسرعه للمنافس من الشوط الاول. يعني لما تيجي تتكلم يا اسلام على الشوط الاول محمد مجدي قفشه حاطط واحده في العارضه دي ده الجول. غير الجول الكره اللي وقعت من ايد محمد بسام المعلول اللي شايط وقعت من ايد محمد بسام وفي حد عمل ريباوند محمود متولي محمود متولي سوري الشيخ عمل ريباوند وجت في ايده تاني جت في ايده تاني. كره الشيخ اللي حطها جنب القايم اليمين كره معلول اللي حطها في الضيقه كره معلول اللي حطها في الضيقه. فاذا عندك فرص انت لو ما عندكش فرص ما اقدرش الومك على انك كلها فرص ما صنعتش الفرص لكن انت صنعت فرص صنعت فرص لكن انت بتدخل ال 18 عند طلائع الجيش وبتضيع. فلما طالما جات لك اتهيأت لك الفرص لازم تسجل وتقتل المباراه لانك ما تعرفش المنافس ممكن يبقى شكله ايه تاني شوط. اضاعه الفرص يا كابتن شريف من الجانب على الجانب الهجومي ولكن على الجانب الدفاعي هل حضرتك شفت اي تطوير محتاجه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه؟ والله هقول لك على حاجه. انا بتفرج دايما وببقى في اول المباراه بنوصل مثلا للدقيقه 14 بنحس اداء من الفرقه اللي قدامنا بتدينا حريه التحرك وحريه التصرف فاللعيب بيبقى مطمن لحد ما يعني. انما اللعيب لما بيلعب كره كويسه بياخد هو ثقه وبيدي الديفندر بتاعه كمان ثقه. فعشان كده نشوف حركه التحرر بتاعت معلول وبتاعت هاني ودي جت على فترات مش قريبه من المباراه دي بعد الهدف كمان ما بيخش قدام الثقه كله في التحرك. فالديفندر بيستمد منك احساس القوه بتاعك بيستمد من نص ملعبك اللي هو قدامه السيطره والانتشار اللي احنا اتفرجنا عليه النهارده فبيحس ان هو
مش مطلوب منه غير حسن التصرف اول ما الكره بتجيله، بيخليه فريش دايما، مفيش ضغوط عليه نفسيه كتير قوي تعرضه للخطا. يعني حتى الكره اللي هي اتلعبت وراحت لزولا وحطها ببطن رجله يمكن كانت عاليه قوي، يعني ما كانش حد يعرف يرتقي ليها، وهي لازم هتعدي مع اي فريق مع اي حد. هي الحته بس اللي انا عايز اتكلم فيها واكمل لتامر، ان في احيانا انا بعد ما جبنا الجون الثاني او الثالث حسيت ان في ان بتوين باصات ممكن تحصل في الديفندر عندنا، ممكن يبقى لو كملت كان هتبقى خطوره جامده قوي كده وهتبقى فيها انفرادات. أيوة. يعني انا شفت كام كوره، عايزين نركز برده لغايه اخر 90 دقيقه من الديفندرات بتاعتنا. دي الكوره اللي انا اسف يا كابتن شريف، دي الكوره اللي انا بتكلم عليها. كان يعني ما اعرفش كابتن ناصر عباس كان بيقول اعتقد ده كان حاله تسلل من بالنسبه لاحمد الشيخ. اللي انا بشوفه دايما تركيز خاصه زي ما انتوا قلتوا في صلاه. لا هو كابتن ناصر بيغششك ولا ايه؟ لا ده كان قاعد جنبي بالصدفه. طيب ماشي ماشي يا كابتن ناصر ماشي. ما بيغششنيش انا، وانا شايف انا بقى مش شايفه اوف سايد. يقعد يقول لي ايه، يقول لي خلي بالك هي اوف سايد، وفي الاخر هو بيرميها لي مثلا عشان انا اطلع ايه، وانا برده بيقول لي لا مين قال لك ان انا هقول. هو قال لي اوف سايد وتقول له لا مش اوف سايد. فالمهم ان احنا عندنا في الحاله الديفندر بتاعنا في يعني المرحله اللي جايه مرحله مهمه جدا، ان انا هفضل صاحي مش معتمد بقى على الجولين اللي دخلوا فيها او الثلاثه، لان الجول هيفرق معايا في مباراه افريقيا. فهي دي الحاله بس اللي انا بحاول يعني احسس عليها مع الديفندر بتاعي، ما ياخدوش الوهج بتاع المباراه وينسى الضبط والربط في الوجود داخل الاثنين خطر السنتر باك اللي عندنا. القادم بقى يا بلال يعني هنعمل ايه في اللي جاي؟ عندنا مباراه المصري يوم الجمعه، النهارده المصري فاز على وادي دجله بثلاثيه مقابل لا شيء، استعاد بعض توازنه. بتبقى دايما عارف ان مباريات النادي الاهلي ضد اي فريق الحقيقه بتبقى مباريات لها طابع خاص، خصوصا بقى مع النادي المصري كمان في ظل وجود مدير فني قدير الحقيقه للنادي المصري كابتن ايهاب جلال. ولكن كيفيه الاستعداد؟ وبعدين ما هو كل الناس تقعد تقول لك ايه؟ يعني انا كل ما حد هيكلمني يقول لي هو طيب هو السوليه وديانج هيفضلوا يلعبوا؟ ما احنا عندنا الماتش جاي المصري، بعديه باربع ايام الزمالك في السوبر، بعديه باربع ايام الزمالك في الدوري، بعديها باربع او خمس ايام سان داونز، وبالتالي ما هي برضو الناس عايزه تطمن على لاعبتها. وانتوا قلتوا كلام في بدايه الاستوديو ان هو دايما بيحاول يحافظ على العمود اللاين الفقري اللي هو او العمود الفقري اللاين الفقري العمود الفقري اللي في اللي بيعتمد عليهم دايما بشكل كبير. شوف يمكن الراجل انا عاجبني بس حاجه مهمه جدا هو بيعملها بيشتغل عليها، ان هو بيدي كل مباراه ليها حجمها وبيشتغل على كل مباراه بالطريقه اللي تناسبها. النهارده المباراه بالشكل والطريقه اللي تناسبها واللي تناسب كمان اللي جاي، يعني هو بيعمل تحضير للمباراه دي وفي نفس الوقت بيفكر في المباراه اللي بعدها، هشتغل ازاي، هلعب بمين، هدخل مين النهارده، هخرج مين بره ال 18، هحط مين جوه. هو بيشتغل بشكل كويس قوي قوي لانه واضح انه بيدرس الخصم بشكل كبير. يعني انا اللي عاجبني في فايرر بيدرس قوي الخصم، بيشوف نقاط الضعف ايه، مين يشتغل في الحته دي. النهارده المباراه محتاجه سرعات، لا المباراه النهارده محتاجه كرات طوليه، هيشتغل النهارده الاندايركت اتاك، هيشتغل على الاستحواذ، هيشتغل على من طرف الملعب، هيلعب في العمق. النهارده كمان في تعليمات جديده واضحه بقى لها فتره انك تصوب تشوط من اي حته. الاهلي زمان احنا من خمس ست ماتشات ما كناش بنشوف حد بيشوط من نص ملعب، كانت صعبه جدا. النهارده لا، ديانج بيشوط، سولاي بيشوط مره واثنين، قفشه مجدي قفشه بيشوط. فواضح ان كمان فكره التصويب النهارده لا اتزرعت في عند اللعيبه، كل واحد لما تجيله فرصه النهارده متاحه بالنسبه له بقى النهارده يصوب على المرمى. فالراجل واضح انه بيشتغل كويس، بيحفظ اللعيبه. حته التدوير مهمه جدا الفتره اللي فاتت دي، الفتره اللي جايه دي بالذات، لانك عندك مباريات مهمه جدا. في حاجه في الكوره عندك المهم وعندك الاهم، انا الاهم بالنسبه لي افريقيا طبعا اللي جاي، الاهم بالنسبه لي ان انا المباراتين بتوع صن داونز هم دول المباراتين مهمين جدا بالنسبه لي، وايضا مباراه السوبر مع الزمالك، لان دي بطولتين مختلفتين. انت في الدوري العام شغال بشكل كويس، انت الاول. في بعض الاوقات ممكن اضحي بالناحيه الجماليه في الدوري، هكسب بس ممكن اضحي بالناحيه الجماليه عشان اشتغل على بطوله ثانيه مختلفه اكبر قيمتها اعلى بكتير، مباراه السوبر مع الزمالك وايضا مباراه صن داونز. فممكن يحصل، ممكن لاول مره ممكن نشوف مباراه المصري، ممكن نشوف واحد من الاثنين مش موجودين، ممكن يعني من وجهه نظري الشخصيه ممكن يطلع متولي يحط في نص ملعب ويريح مثلا السوليه. ديانج لا، ديانج يكمل، لان ديانج ما لعبش كتير، بقى له يعني بيلعب بس بقى له يمكن بقى له خمس ست مباريات بيلعب بشكل اساسي، فما عندوش حته، ما عندوش الحته بتاعت السوليه اللي هو من اول او من ثلاث اربع سنين بيلعب ما بياخدش راحه في الدوري العام. لكن ديانج لا، يلعب يكمل لانه ما عندوش الحته دي. السوليه ممكن يريح ويلعب مكانه مثلا متولي في نص ملعب، يحط في نص ملعب او يحط احمد فتحي في نص ملعب. وحصلت قبل كده وحصلت قبل كده المرتين اللي فاتت. لا وعندك ممكن ياسر ابراهيم بقى يلعب تاني، يلعب سنتر باك ياسر ابراهيم. مباراه المصري مباراه قويه وبيفكر فيها الراجل، بس هيفكر فيها بالبدائل المحتمله. ما انت برضو عندك يعني ما شاء الله الـ يعني النادي الاهلي عنده سكواد رائع جدا،
كبير، كلهم لعيبه امكانيات كبيره جدا. النهارده لما يكون الدليل اللي حصل النهارده لسه اقول لك، النهارده لما يكون قفشه قصدي سوري جيرالدو لا كهربا قاعد بره وحسين الشحات قاعد بره ومروان محسن قاعد بره وبادجي بره ال 18. يعني انت عارف غير رد علينا النهارده اسلام الراجل ده في شغلات كتيره ليا انا نفسي، يعني اشمعنى التيم ده اللي بيبتدي بيه دايما واشمعنى الثقه اللي هو في اللعيبه دي. حسيت ان هو عنده استيميشن يعني مقدر شخصيه وامكانيات كل لاعب قد ايه ياخد في الماتش. يعني وليد مثلا 30 دقيقه، كهربا لسه بيدخله بيغذيه 20 دقيقه، فهو عارف امكانيات كل لعيب عنده ازاي يقدر يحطه في الملعب امتى. عشان كده دايما احنا نقول لك بيلعب احمد الشيخ وجيرالدو، عندنا احنا تساؤلات نفسنا في الشكل. لا النهارده ادى اكتر مثل كهربا مثلا اداله 35 دقيقه مثلا، بس هو حاطط لهم كل واحد يا اسلام عارف، هو عارف دلوقتي الفتره دي هستفيد منك امتى، يعني هستفيد منك قد ايه يعني. فهي دي الحاجه الفايرال اللي هو النهارده جاوب لنا حتى في هذه المباراه على هذا التساؤلات اللي بتبقى جوانا جميعا. طيب خلينا بس نروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. كابتن سيد ازي حضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك كابتن اسلام وتحياتي للجميع عندك. ربنا يخليك. كابتن تامر وسما وكابتن شريف عبد الرحمن. كابتن شريف حبيبي. طيب كابتن سيد النهارده الحقيقه اداء حلو جدا، اعتماد على لاعبين حتى لو كانوا بيبقوا بره التشكيل خلال المباريات السابقه، ولكن بيرجع لسه كنا بنتكلم في هذا الموضوع تحديدا ان حتى اللعيبه اللي بتبقى بره بترجع تحس ان هي موجوده في الفرقه، بتلعب ورجليها في كل مباراه بتلعب وبتبقى موجوده في الفرقه. يعني بيحصل كده ازاي يا كابتن سيد؟ بص الحمد لله طبعا على كل حال، يمكن مباراه من المباريات المهمه جدا من حيث النتيجه، وكمان مباراه مهمه جدا من حيث الاداء، يمكن واحده من احلى المباريات اللي عملناها السنه دي. مظبوط. يعني من اول الشوط لحد اخره، من حيث الاستحواذ والسيطره والسرعه والتحرك واخلاق الفرص واحراز الاهداف، يعني طبعا واحده من اجمل المباريات. يعني فيما يخص السؤال اللي بتقوله كابتن اسلام، دايما لما تحط قائمه في موسم مضغوط زي اللي احنا فيه سواء كان محليا او افريقيا، لازم الخطوط كلها تكون قريبه في المستويات، او الافراد تكون قريبه جدا من المستويات، لان انت هتتعرض بحكم طبيعه المباريات والامتحانات اللقاءات وسواء الاصابات او الغيابات او الرؤيه الفنيه او حتى ان انت بتريح بعض اللعيبه. يعني مهم قوي ان المستوى يكون قريب، ما يبقاش مثلا يعني فرق كبير، بالعكس ممكن يبقى 8 ل 9 7 ل 8، ما يبقاش مثلا 2 ل 6، ما ينفعش. دي ابدا عمرها ما تجيب بطولات. يعني اللعيبه كلها عندها نفس الثقه، اللعيبه كلها عندها نفس الروح، اللعيبه كلها عايزه تكون موجوده، وده شيء ايجابي جدا. احنا كمان يعني عمرنا ما مهما كانت الغيابات او البعد، عمرنا ما بنحس حد ان انت بس يعني جاي عشان فلان غايب ولا حاجه، بالعكس انت كمان عندك مقدره وعندك امكانيات وعندك قدراتك اللي تفرضها، والا ما كنتش هتلعب في الاهلي، فده مهم جدا يعني. تمام. كابتن سيد النهارده الحقيقه طوال المباراه احرزنا هدف بدري وفتح المباراه بدري وكل حاجه، ولكن انت قاعد مستريح، بتضيع فرص كتير، وحتى لما بتروح للجون يعني احنا برضو الكباتن كانوا لسه بيتكلموا في هذا الموضوع ان محتاج تطوير شويه في موضوع اضاعه الفرص. طيب يعني طبعا انا كل الناس تعرفني يا حبايبي وبحترمهم وبقدرهم بالتاكيد يعني، لكن اعتقد ان العالم كله عنده الحته ديت يعني. أيوة. ولا بقى هتشوف مباراه فيها 15 و16 هدف يعني مثلا، دي ده قانون من قانون كره القدم، ان انت ممكن ما تبقاش موفق او بيجيد الخصم قدامك سواء كان على مستوى الديفنس او حارس المرمى، لكن اقدر اقول دي ممكن يبقى فيها شيء سلبي لو كان فيها دلع او فيها يعني عدم تركيز او عدم اصرار ان انت تحرز اهداف، لكن في سوء توفيق او في اجاده من الطرف الاخر، اعتقد ان دي حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه. يعني حتى لو احنا النهارده ضيعنا حاجه من عدد من الفرص، ده هو سوء توفيق. يعني ممكن احنا مش من الناس اللي هي مثلا بتلعب كره طويله وخلاص، او بتعتمد على كره ثابته او ضربه ركنيه او اوت بيتلعب بشكل طويل فعندك حد يجيبه وخلاص. يعني لا، احنا بنلعب لعب جماعي بشكل كويس قوي، بنلعب بنبدا الهجمه وبننهيها بشكل كويس، والحمد لله على كل شيء يعني. طب بقول لك ايه يا كابتن سيد، هو اليو بادجي هرب صحيح؟ اليو بادجي كان موجود النهارده في ما انا عارف انا عارف، بس طبعا انا بتكلم على كل ما كان يقال خلال اليومين اللي فاتوا، يعني ان هو لما سافر عادي. ما
ركزت يا عم اسلام. هو النهارده بره ال 18 هو جه النهارده كمان، يعني انت عارف ان هو جواد صفر كان في عدد قليل جدا من الايام، فبالتالي ما كانش يحق له ابدا ان هو يسافر معانا السوبر. مع الكلام مع بايلر اتفقنا ان هو بعد مباراه بيراميدز يسافر بالليل، لانه كان عنده الجمعه والسبت بس هم اللي ممكن يجدد لهم الجواز. عشان كده جه ركب السبت ووصل امبارح. طبعا انت عارف السنغال بينزل يعني يا اما ادس يا اما المغرب او يروح عن طريق دبي، فكانت اللفه كبيره شويه. جه امبارح وصل الاوتيل، لكن النهارده بايلر حس ان هو ممكن يبقى تعبان من طول الرحله فريحه خالص. طيب طمنا برضو على رمضان صبحي يا كابتن سيد. رمضان شرف وبقيه المصابين طبعا. على بعد ايام ويخش معنا التدريبات الجماعيه باذن الله. انا مش من او احنا مش مستعجلين عليه حتى الاسبوع ده خالص، ممكن ينزل اول الاسبوع الجاي، يكفي ان هو يخش لي قبل المباراه باربع خمس ايام من مباراه السوبر. يعني في اولويات للاهتمامات في المباريات، هيكون المباريات مهمه وكل حاجه، لكن لما بيبقى عندك عنصر زي رمضان بيبقى فيه مهم قوي 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 مرحله اللي هي السوبر ومباراه الزمالك في الدوري ومباراتين صن داون، مهمه جدا ان هو يكون موجود معاك فيهم بشكل قوي جدا. عشان كده ما فيش استعجال خالص الفتره اللي فاتت او الفتره اللي احنا موجودين فيها ديت. ممكن يخش معانا الجمعه، ممكن يخش معانا السبت يعني بشكل كويس. الجمعه هيبقى مع المستبعدين لو دخل، السبت ان شاء الله الرحمن هيبقى موجود في التدريبات الجماعيه. لو حتى دخل الحد ما فيش مشكله، المهم ان هو يخش ما فيش اي احساس باي الم او اي لا قدر الله حاجه تاخره يعني. تمام. النهارده برضه يا كابتن سيد كان في قرارات من لجنه الانضباط تخص طبعا مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز، بس انا يعني الحقيقه علامه استفهام على قرار ايقاف الكابتن سيد وتغريبه. أنا 50,000 جنيه. انا حزين جدا يا اسلام، حزين جدا جدا. يعني لما اساس اي نجاح في الدنيا كله ان انت بتمشي بلوائح وقوانين. ناقش الموضوع ده حتى في كلامك، يا انا مسابقه بتدار باللوائح والقوانين ولا بتدار بالاهواء والاتزانات والموازنات؟ يعني اني بتدار بها المسابقه يعني. والسؤال اللي هنا، لجنة الانضباط مع احترامي الكامل لأي حد في المنظومة أو أي كان لجنة الانضباط أو لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة بشكل كامل، يعني مع احترامي الكامل لأي حد، لكن حضرتك لما تاخد قرار وتقول مثلا بأحداث بيراميدز، طيب أحداث بيراميدز دي حاجة من ثلاثة، يا قبل اللقاء يا أثناء اللقاء يا بعد اللقاء، مظبوط؟ مش دي أحداث بيراميدز ولا أحداث بيراميدز بعد ما روحت بيتي؟ أكيد يا قبل اللقاء يا أثناء اللقاء يا بعد اللقاء. طب لو قبل اللقاء مفيش حاجة أساسا حصلت بدليل إن أنا كنت موجود جوه، مظبوط؟ في المباراة. مظبوط. اوكي؟ أثناء اللقاء كل اللي أنا قلته لكابتن إبراهيم كل اللي أنا قلته قلت له بلاش سفارة كتير يا كابتن، عايزين نلعب كورة. اداني إنذار. اوكي؟ هل الإنذار ده لما تاخد الكارت أصفر عند لجنة الانضباط بتوقف ماتش وبتتغرب 50,000 جنيه؟ يعني الكارت الأصفر دلوقتي اللائحة بتتغير؟ هل في لائحة يا كابتن عند النادي الأهلي أو وصلت النادي الأهلي تخص هذا الموضوع ولا لا؟ ما أنا بقول لك أنا لائحة وقوانين، اللائحة وقوانين من إلقاء الحكم أدني بعد اللقاء مثلا، يعني أنا بعد اللقاء إيه اللي أنا عملته؟ ما أنا لو عملت حاجة أثناء اللقاء كان هيطردني الراجل أصلا. بالظبط بالظبط. طب لو عملت أي حاجة بعد اللقاء، طب أنا عملت إيه؟ ده إحنا اللي كنا بنهدي لعيبة بيراميدز زي ما أنت شفته. حتى يعني بعد اللقاء نفسه ما تعرضتش لأي حد، هتعرض لإيه؟ يعني هتعرض ليه؟ يعني انا كسبان واتكلم مع حد ليه صحيح؟ هتكلم ليه ايه؟ انت بتتكلم في ايه يعني؟ انا مش فاهم برضو يعني. العمليه توازنات مثلا، ولو توازنات ما ينفعش تعملها مع النادي الاهلي. ما ينفعش تعملها قبل مباراه زي المصري والسوبر. وبعدين في قرار في الدنيا يطلع بين شوطين مباراه. يعني سيبك من ده، يعني سيبك من بعده واساسه وحسياته واسبابه. في قرار في الدنيا تطلعه بين شوطين مباراه. طب انا عندي مباراه مع المصري اللي جايه مثلا، ليها حساباتها الجماهيريه وليها حساباتها بالنسبه لنا احنا كمشوار واستمراريه في الانتصارات او في تثبيت رجلك بشكل كويس او في المسابقه، وليها حساباتها. انا لو انت غلطان يا سيدي، لو انا غلطان واستاهل العقوبه يعني، واستاهل 10 ماتشات ولا 20 ماتش، حقك. لو في لائحه بتنص ان انا لما بدر منك، لما تعديت باللفظ او بالكلام او باي حاجه تدين اي حد او تكلم اي حد او تخوض في شخصيه اي حد، وعندك لائحه كده ان شاء الله حتى توقفني سنه، انت حر، ده حقك. لكن حضرتك لما تقول لي يعني احداث بيراميدز، هو ايه اللي حصل في احداث بيراميدز بالنسبه للنادي الاهلي؟ اي نجاح في الدنيا بقولها لك يا كابتن اسلام، اي نجاح في الدنيا ما ينفعش انت تبقى متربط لشخص او هيئه او فريق، ما ينفعش. ما ينفعش تبقى متربط بشخص. ولو انت حضرتك بتتكلم على توازنات، انا مالي انا؟ يعني انا مالي حضرتك؟ يعني انت مثلا فرقه كسرت الاستاد، انا مالي انا؟ انا مالي انا دخلت لي في الموضوع ليه؟ ايه اللي انا عملته؟
وارجع اقول بطل بالمنطق والعقل، وانا كده لا اامل، انا لا اامل في اي حاجه، لا اامل، لان انت بتتكلم على حاجه واضحه للملايين، مصر كلها اتفرجت على المباراه، مصر كلها اتفرجت على المباراه. ايه اللي عمله سيد عبد الحفيظ؟ ايه اللي عمله؟ يعني ايه اللي انا عملته؟ ولو حد هيطلع يكلمك في اي حاجه في اي شيء يا كابتن اسلام، يعني سؤال بسيط جدا يتسال له، يعني قبل اللقاء مفيش حاجه، اثناء اللقاء الراجل اداك انذار اصلا، تمام؟ لو انا تعديت باللفظ او تجاوزت ولا حاجه، كابتن ابراهيم الدين كان هيسيبني ولا هيطردني؟ لا كان هيطردك طبعا. طب ده ما حصلش. ده ما حصلش، ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش حاجه من لا تستحق كل هذا الموضوع، مفيش تجاوز. طيب بعد المباراه نفسها بقى مصر كلها شافت مين؟ يعني الاهلي عمل ايه؟ مش انا عملت ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ بعد المباراه انت لميت الناس كلها ودخلت على اوضتك وباركت وبعدين احنا هو لعيبه بيراميدز علاقتنا بيهم كمسؤولين او كلاعيبه علاقه جيده جدا. بنتكلم معاهم، ده انت شفت بعض اللعيبه عندنا بتهدي الناس اللي عندهم، ده انا بسلم على عبد الله بكري وبسلم على اسلام عيسى وبسلم على دوكا وبسلم على فهد السمان، بتسلم عليهم. ويعني انت مفيش حاجه خالص. فانا بقول لك الموضوع ده ليه؟ يعني حد يطلع، لان انا كده انا لا اامن خلاص. يعني بعد القرار ده النهارده لا اامن ان في واحد يبقى معاه ورقه تمام في ايده ان هو يوقف فلان ب 10 ماتشات و15 ماتش، لا ما ينفعش. هو كابتن سيد معلش، هو انا عايز استفسر منك في حاجه، هو القرار هنا بيجي قرار بدون اسباب او بدون تفاصيل؟ لا ما ينفعش، ما انا بعد اللي حصل. لا انا بسالك هل ده بيحصل ولا ولا المفروض ان هو بيبعت لك تفاصيل؟ المفروض ان هو يبعت لي لما بقدر منه، لما بقدر منه مثلا حسب تقرير الحكم على حسب مثلا ايه بقى اللي انت عملته، لما بقدر منه ايه اللي انا عملته؟ اللي انا قلته، ما انت في ثلاث حاجات يا كابتن اسلام، احنا برضه الناس ربنا يعني ادانا عقل. يعني ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل. خلاص؟ انت بتتكلم في القرار بتقول احداث بيراميدز. احداث بيراميدز دي يعني في حاجه شد وجذب او تعدي او تشابك، مظبوط؟ احنا مالنا بين القصه دي؟ انا مالي ومال القصه؟ ولا لي علاقه على فكره، يعني بيراميدز يعني لهم حق ان هم ياخدوا كل الطرق اللي تساعد فرقتهم، ده حقهم. ده حقهم، لكن انا اتدخلني في الموضوع ليه؟ انا اتدخلني في القصه ليه؟ يعني لما تقول لي احداث بيراميدز، تمام؟ اي حد في مصر، اي حد في مصر شاف الاحداث دي كانت ما بين فريق والحكم، صح؟ مظبوط. ما كانش الفريق الثاني مالوش علاقه خالص. يعني الفريق الاهلي مالوش علاقه خالص. وارجع اقول لك انت حتى لما بتيجي، انا ماليش علاقه ان انا او اسف ماليش ان انا اعقب على اي حاجه لبيراميدز، لان ده عندهم ادارتهم وعندهم جهاز فني محترم وعندهم اداره محترمه وعندهم لعيبه محترمه، انا ماليش علاقه خالص. لكن انت بتدخلني في حاجه زي كده ليه؟ وايه المقصود ان انت تدخلني قبل مباراه المصري؟ او قبل مباراه السوبر؟ ايه المقصود؟ يعني انت بترمي ايه او الهدف منك ايه؟ لا بس هو هي مباراه واحده ايقاف، يبقى هي مباراه المصري اعتقد بس. ايا كان يا كابتن اسلام. ايا كان. هي مباراه المصري دي مش لها حساباتي بالنسبه لي. لا لا انا بس بسال عشان الناس تفهم بس، ان هي مباراه واحده معناها ان هي مباراه المصري، ابتداء من بعد مباراه المصري حضرتك هتكون متواجد بشكل طبيعي. ايوه ايه، انا برضه ارجع اقول نفس الحاجه، انا حزين جدا الحقيقه خالص، تمام؟ يعني عارف اقول ايه وايه السبب اصلا؟ يعني ايه السبب؟ تخيل بقى حضرتك بقى انت ان انت يعني بتاخد قرار في حد، اوكي؟ وانت متاكد ان هو ما عملش حاجه ومع ذلك بتعاقبه، ازاي يعني؟ ازاي؟ طيب يعني حتى وانت بتكمل الجمله بتقول احداث بيراميدز، احداث بيراميدز اللي مصر كلها شافتها، يعني العالم كله شافها واحنا مالناش علاقه بيها خالص يعني. طيب كابتن سيد، هل حجزتوا هتسافروا امتى او عرفتوا هتسافروا امتى للامارات ان شاء الله بعد مباراه المصري؟ حددتوا يوم 17 اعتقد. حددنا يوم 17. هنسافر 17 ان شاء الله وهنرجع 21 باذن الله ان شاء الله. كابتن سيد، ما فيش اي اخبار عن مباراه القمه الثانيه اللي هي مباراه الدوري؟ ما فيش اي كلام عنها حتى هذه اللحظه؟ بص يا طبعا تاجيلها او عدم تاجيلها يعني؟ يعني بتبقى عندك برنامج بتاعك ماشي عليه، اوكي، لكن في برضه من الحاجات اللي احنا ممكن تكون صح غلط، لكن احنا مقتنعين بده. ايوه، انت في حياتك بتاخدها خطوه خطوه، يعني انا ممكن تبقى مباراه المرحله كلها صعبه والمرحله كلها مهمه سواء كانت محليه او افريقيه، لكن عشان انجح ابص على اللي عندي بكره، انا عندي مباراه المصري ثم بعد كده باذن الله بيبقى لي فيها حسابات طبعا، حسابات يعني مستقبليه وكده، لكن اعتقد ان 90% او 95% بيبقى مصب على المباراه اللي جايه.
لا انا بتكلم بشكل رسمي، هل جالكوا حاجه في تاجيل للمباراه او اي شيء؟ بقى جالي جواب اول امبارح، امبارح جالي جواب رسمي، جالك جواب رسمي ان المباراه في ميعادها يوم 24. يوم 24 طيب هل ده بالنسبه لكم او انتوا عايزين تمشوا على الجدول اللي محطوط مظبوط؟ اه طبعا، يعني احنا في الاول والاخر ماشيين على زي ما اتفقنا، انت عندك جدول وعندك مباريات اعدادها وترتيبها اوكي، الا لو في حاجه تدخلات امنيه ولا حاجه مش بتاعتنا بقى خالص، يعني مش بتاعت النادي الاهلي او بتاعت اي حد يعني في المنظومه. تمام، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سيد، والف الف مبروك يظل دائما النادي الاهلي في الصداره خلال هذه الفتره. شكرا جزيلا كابتن سيد. الحركه تطول الساعه بقت 10 ونص، انت عايز تقول احنا بنشكرك؟ لا 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 ببارك لك النهارده، الف مبروك وعقبال الماتش الجاي باذن الله واللي بعده واللي بعده. يوقفوا سيد عبد الحفيظ، ما يوقفوش سيد عبد الحفيظ، يعملوا اي حاجه عشان يخرجوك بره المسار اللي انت ماشي فيه. يعني يا ما دقت على راسك حاجه غريبه جدا، احداث دي تحسسك ان في احداث ومسك في خناق مش عارف بلال، احنا مالناش دعوه باي حاجه خالص، وانت اساسا مالكش دعوه، واحنا طلعوا وعلقوا علينا وقعدوا يتكلموا، هم اللي هاجموا الناس وهم اللي عملوا. سيد عبد الحفيظ اكبر من كده يعني. تمام، بشكرك يا كابتن بلال، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، مبروك للاهلي. ان شاء الله الماتش يتكرر بقى في الخمس ماتشات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله، انا بشكرك يا كابتن تامر والف مبروك، وان شاء الله تبقى دايما متواجد معانا. اشكرك يا كابتن اسلام والف مبروك للاهلي النتيجه والاداء الجيد ده. انا بشكركم نجومنا الكبار، هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل دكتور احمد ثابت اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه.